بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة سلسلة موضحة في جزئية معينة، يعني هناخد جزئية جزئية. إن شاء الله هنبدأ الأول في جزئية الديناميك أكشن. هنعدي على كل ديناميك أكشن، هنعدي إن شاء الله على كل إيفنت، هنعدي على كل أكشن جواه عشان نعرف الجزئية دي بالتفصيل، عشان تبقى مرجع لأي حد عايز يرجع لجزئية معينة، وبرضه عشان تبقى مرجع للناس اللي هي لسه بتبدأ في الأكس. وإن شاء الله هتبقى فيديوهات صغيرة لسهولة الوصول ليها إن شاء الله. أنا عملت برنامج أبلكيشن صغير هو اللي هنتست عليه الشغل بتاعنا. فتعالوا أول جزئية نفهم يعني إيه دايناميك أكشن أولا، وبعد كده هناخد جزئية جزئية فيه إن شاء الله. أنا عندي ريبورت بسيط، ريبورت الجدول الموظفين المشهور، وطبعا أنا هضغط على اللينك عشان أروح لصفحة الفورمة اللي فيها البيانات، وأبدأ أتست جزئية الديناميك أكشن هنا إن شاء الله. هنعمل إيديت على الصفحة ونروح لصفحة البيج ديزاينر بتاعتنا اللي فيها الجزئية اللي تقدر تضيف فيها ديناميك أكشن، تضيف فيها بروسيس، تضيف فيها كل شغلك إن شاء الله. طبعا أول جزئية عندنا جزئية الريندر اللي في الشمال دي. هنا جزئية الريندر اللي بين لك كل الأوبجكت اللي أنت حاطه على الصفحة، ريجون، بوتون، أي حاجة. وهنا التاني جزئية اللي تهمنا اللي هي جزئية الديناميك أكشن. أي ديناميك أكشن أنت بتعمله بيبقى موجود هنا، هو طبعا بيبقى موجود برضه في المكان اللي أنت ربطته أو عملت عليه ديناميك أكشن، إنما برضه لازم بيظهر هنا. تعالى ندلت القديم اللي احنا كنت عامله ده ونعمل من الأول. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل دلوقتي دايناميك اكشن على تغيير الايتم اللي هو الجوب. طيب عندي حلين، ان انا اجي من هنا اقول كرييت دايناميك اكشن في الايفنت اللي هو تشينج، وهنفهم الايفنت دلوقتي ان شاء الله، وتعالى نسميه ده اسم دايناميك اكشن. هنا الايفنت مهم جدا الجزئيه دي، اللي هي امتى هيتنفذ الاكشن اللي انا هحدده بعد كده. طبعا انا عندي الايفنت ده في كذا حاجه وهنعدي عليهم كلهم ان شاء الله. اول واحد فيهم تشينج، وبعد التشينج بيبقى في السلكشن تايب، يعني مين اللي هيحصل عليه تشينج. تعال نختار اسهل حاجه اللي هي الايتم، ونختار ايتم عندنا اللي هو الجوب. يبقى الايفنت بتاعي لما يتغير الايتم اللي اسمه الجوب، ايه اللي هيحصل هنا الاكشن بتاعنا؟ طبعا احنا عندنا حاجه اسمها ترو فولس، بس احنا دلوقتي هنركز على الترو فقط. طيب هعمل ايه؟ تعال نعمل ابسط حاجه خالص، ان انا هعمل اليرت. هكتب كده رساله اليرت فروم دايناميك اكشن. سيف، تعال نجرب. الايفنت بتاعي على تغيير الجوب هيطلع اليرت. تعال نجرب. ده الدايناميك اكشن بتاعنا، طبعا هو مختلف شويه عشان البراوزر. ان شاء الله بقيه الشرح هيبقى على براوزر تاني، انما ده الايفنت تاني. اخترت غيرت الجوب طلع الاليرت، غيرت الجوب بيطلع الاليرت. تعالوا نغير الاكشن، هنفضل في نفس الايفنت اللي هو تشينج على الجوب، هنغير الاكشن وبدل الاليرت تعالى نخليه كونفيرم. ده كوبي معانا ونعمل كونفيرم. كونفيرم ده بوب اب بس بيديك خيار انك تقول اوكي اور كانسل. تعالى نعمل كونفيرم ونجرب تاني. ايفنت التشينج هنا الكونفيرم اوكي وكنسل. طبعا تقدر تربط بعد كده ديناميك اكشن على الاوكي ده تاني، او مع الكنسل تقدر تعمل اكشن تاني برضه. تمام. طب تعالى نغير الايفنت، بدل ما هو على تشينج الجوب نخليه على تشينج ايتم تاني وليكن المانجر. تمام. الايفنت بتاعنا دلوقتي مش على الجوب، اي تغيير في الجوب مش هيعمل حاجه لان مفيش دايناميك اكشن مربوط بيه. انما لو جيت على المانجر وغيرت كده طلع معايا الكونفيرم اللي هو الاكشن اللي انا نفذته.
تمام. مهم جدا الفكره توصل ان انا عندي في الديناميك اكشن حاجتين، ايفنت اللي هو امتى هنفذ الاكشن بتاعي، وبعد كده الاكشن اللي انت عايزه، انت عايز تعمل ايه بالظبط لما يحصل الايفنت ده. وهنا تبقى خلصت الجزئيه الاساسيه اللي هي الانترو. ان شاء الله هنعدي على كل ايفنت ايفنت وكل اكشن، ونحاول ناخد كل النقط الخاصه بالديناميك اكشن ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.